السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. في آخر المستجدات قضية الشرطي هشام والمجهودات رجال الحموشي والدرك الملكي تقترب من فك لغز جريمة ضحية الشرطي هشام الله يرحمه، وتحبط عملية تسلل شخصين من المشتبه بهما على متن قارب مطاطي بسواحل الناظور في محاولة للهروب إلى الجارة الإسبانية. بعد التواصل إخواني أخواتي من معلومات دقيقة من الشخصين اللي تم اعتقالهم داخل ورشة الميكانيكي لحظة إصلاح السيارة ديالهم، هذا وحسب هذه المعلومات الدقيقة فقد تم إنزال أمني كبير بالسعيدية من مختلف المصالح الأمنية ديستي والفرقة الوطنية وكذلك الدرك الملكي. وتفيد آخر الأنباء أن التحقيقات في مراحلها الأخيرة وأن بلاغين سيتم إصدارهما قريبا جدا لإخبار الرأي العام عبر القنوات التلفزية. هذا وفي تصريح زوجة الشرطي كشفت عن معطيات جديدة عن الضحية الحادث المثير اللي هز الرأي العام الوطني، واللي كان أكدت أن الزوج ديالها خرج من البيت بشكل عادي وطبيعي، وآخر كلمة اللي قالها لها أنها يوجد لها الماكلة ديال العشاء وغيجي تعشى مع وليداتو. هذه آخر كلمة قالها المرحوم، وطالبت في تصريحها بحق القصاص للمتورطين في هذا الجرم الشنيع. إخواني أخواتي، وفي إطار التحقيقات اللي مازال كتقوم بها المصالح الأمنية واللي كتشير أن أصابع الاتهام في هذا القضية ديال هشام الشرطي الله يرحمه، وكتشير إلى أنه هناك مسؤول كبير ضمن هذا المتورطين بمعية أفراد هذه العصابة، واللي جعل البحث يكون على أعلى مستوى بعد إعطاء تعليمات من السلطات العليا بخصوص هؤلاء العصابة لكي يحاولوا أنهم يتسلوا إلى الجارة الجزائر أو الجارة الإسبانية. وكتعرف هذا الواقع إخواني أخواتي تنسيقا مكتفا وطبيعيا بين مختلف الأجهزة الأمنية والدرك الملكي والديستي، بالموازاة تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بكل من مدينة السطات وكذلك مدينة الدار البيضاء وكذلك مدينة طنجة لتوقيف المزيد من الجنات. والآن أصبح عدد هاد المتورطين أصبح 8 أشخاص، 6 رجال وفتاتين. إخواني أخواتي، فعلى حسب هذه القضية وعلى ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار اللي توصلنا بها وما مأكدش بها بالحرف أنه فعلا هذا الشرطي هشام اللي صفوه لديك الطريقة البشعة واللي قالوا أن كانت عنده واحد العلاقة غرامية مع زوجة واحد بسناز بالضروة. وهذه القضية إخواني أخواتي اللي قالوا اللي أكدوا بعض المصادر اللي كيقولوا أن فيها انتقام ديال هذا الزوج اللي هو من هذه العصابة، وكذلك الأخبار كتقول أن واحد الشرطية هي السبب وهي من استدرجت هذا الشرطي هشام لهذه العصابة حتى تم القتل ديالو بديك الطريقة البشعة وحرقوه يعني وطعنوه يعني من الخلف ولاحوا في ديك القادوس بدوار خدارة جماعة ولاد حريز إقليم برشيد. للأسف هذه الجريمة اللي خلقت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني وكذلك اللي خلات السلطات الأمنية ترفع من درجة اليقظة والبحث ومراقبة التراب الوطني بما في ذلك السواحل وكذلك يعني المطارات، خصوصا انه بعد المعلومات كما ذكرت اخواني اخواتي اللي توصلوا بها يعني المديريه الامنيه واللي قالوا هذوك الناس اللي تم الاعتقال ديالهم
بعد ديك الاخباريه او ديك التبليغ ديالو من طرف ديك الميكانيكي، واللي كنهييم هذا المنبر على الشجاعه ديالو، لانه صراحه اذا كان شي واحد راه ما يقدرش يبلغ على مثل هاد الاشخاص لانهم شكلوا واحد العصابه خطيره على اين. فهاد الناس اللي كانوا بلغوا يعني السلطات الامنيه الشرطه اللي جات على الفور اللي تم الاعتقال ديالو، فعطاو معلومات دقيقه واكدوا ان هذوك الاشخاص كيحاولوا انهم يخرجوا باي طريقه يعني الى الديار الاسبانيه، وهنا فين تم الاعتقال ديالهم لاحقا بعد يعني تتبع المسار ديالهم عبر الهواتف يعني الجي بي اس اللي حاولت انها تعقب المكان ديالهم، فتم الاعتقال ديالهم اخواني اخواتي اليوم في السواحل ديال الناظور، لانهم كانوا كيحاولوا يهربوا يعني هروبا يعني خوفا من العداله، لانهم امام واحد القضيه اللي هي حق واحد الجثه والتنكيل ديالها، خصوصا واحد رجل امن يعني رمز من رموز الدوله اللي لازم الاحترام ديالو، لازم يعني يعني في قدسيه صراحه يعني رجال الامن يعني الناس مقدسين، خصوصا انهم كي يعملوا على الامن ديال بلادنا وكذلك حمايه الوطن من المجرمين، فما بالك هادو يعني تحداو يعني هاد الامن وكيحاولوا انهم ينتقموا باي طريقه. اخواني اخواتي، فنحن امام واحد القضيه اللي هي خطيره وخطيره جدا، هاد العصابه اللي لازم معاقبه. فالحمد لله بفضل التحقيقات المتواصله يعني والتحقيق مع اي مشابه به في هاد النازله، خصوصا بعد ما تم الاعتقال ديال ديك الفتاه اللي كانت كتحوم حولها شكوك كثيره، كون المكالمه الهاتفيه اللي كان لقوها في الهاتف ديال المرحوم، فبعد التحقيق معها لساعات طويله فتم يعني اطلاق السراح ديالها في وقت سابق. كذلك راعي الغنم اخواني اخواتي اللي هو كانت كتحوم حوله بعض الشكوك، خصوصا وانه هو اول من قام يعني باخبار السلطات الامنيه بهذه الجثه، ولكن حاجه وحده هو انه لم يبلغ عن يعني الاشخاص اللي لاحوا هذيك الجثه، خصوصا انه شافهم وخاف انه يبلغ هاد الناس خوفا من الانتقام يعني منهم، وقدروا يتصاب بشي اداء من طرف هاد العصابه على اين. مره اخرى اخواني اخواتي، فالتحيه كبيره كبيره جدا هاد السلطات الامنيه، مديريه الامن الوطني، المجهودات الجباره اللي قايمين بها ليل نهار يعني، وهاد الحملات التنشيطيه اللي قايمين بها من اجل فك هاد اللغز، وان شاء الله اخواني اخواتي سوف يتم طي هاد الملف يعني وخروج يعني السلطات الامنيه بواحد البلاغ عبر القنوات التلفزيه اللي غياكدوا يعني جميع هذوك المتهمين والعصابه والعدد ديالهم، وهذا الشيء كامل غيكون رسمي يعني في الجريدة الرسمية وكذلك في القنوات التلفزية. إخواني أخواتي، هذا ما لدينا في انتظار، ما هو جديد فما تبخلوش لنا بالبارتاج ديالكم واللايكات ديالكم في هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.